يبقيكم. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. اكفي المطالب خدمه. والله اني اصغر لكن عاد قدموني وعسى الله يجمل. مطلق الاوله يقول يكلب لكم تاريخ ما هو بينبع ولا ذكر فيكم لا ردي ولا احلامه. سطرتوا التاريخ بافعال وامجاد والكل منكم يمثل لابته في مقامه. والثانيه جينا مسلمين عليكم ومتعرفين على بنوك المراجل. والثالثه دعوه كرامه من سعد بن سعود بن حساس ومنبين لها بالدعوه ولها مثلوي. كرامه لكم هذا علمنا وسلامتكم. الله يحييكم. صفكم وافي، جاملكم وافي، والله يحييكم حساب الحياة عند معازيمكم ومرحبا بكم. الله يبقيكم. من ناحية الكرامة نعتذر منكم. ما في أحد. يحييكم هو راس الكرامة، والله يحييكم حساب الحياة. صلوا على محمد. مرحبا بكم ولوك. مزارق الطيب بين الرياجيل ما هو وافي يا اخوان مثل عين الشمس. وافي مثل عين الشمس. وافي مثل عين الشمس. تستاهلونها، جعلنا من عدمكم. والله ما من عجب اكرم. ما يجيكم الا هو راس الكرامة. احنا لنا كلام من داخل. الله يبقيكم ويطول عمرك. يا راس الكرامة يا المقام المعتلي. مرحبا ترحيب بك. الله يحييكم. ارحب يا ابو سعود. ارحب انت. ابقى طولي. الله يحييك. الله يبقيك. ما يمسك ابراج. الا اتصالك يا سعد يا ابن الاحساس جاني اتصاله قال ذا اليوم منهاج قلت ابشر بعزك وعلى العين والراس. راسي على شوف المطاليق وهاج رجال طيب ما يعرفون الادناس كني بشر بحجة ضمن حجاج اللي معرفتهم على طيبنا وساسة واكلب لهم تاريخ وطيب هجاج يستاهلون. واكلب لهم تاريخ وطيب ثجاج منابع في الطيب ملحقها الياس واليوم في ضيافة عريبين الأفواج من طيبهم ما للكرم حد وقياس خص اللي من ذكر والذيب بهاج حرا على فعل المواجيب قرناس. ونعم يستاهل. خص اللي من ذكر والذيب بهاج حرا على فعل المواجيب قرناس بحرا تلطم به دهاويل الأمواج وريف النشامة يوم الأرياق يباس بهاج بن تغلب وللناس بهاج من رافقه يلقى برادنا ونسناس بهاج بن تغلب عما كل هراج فعايل أجداده على قبل أفراس فعل كبير مظهره كل مخراج واليوم يوم انها بالسيف والدرع والطاس لبسه وعلى روس الطواغيت بالتاج ويوم المعارك ويوم حبساتها الانفاس ويوم العزاوي ويوم دكات الاوغاج اكلب لهم تاريخ كالعد رهاج قبائل تذكر على كل نبراس وبني سعد نورا على كل مسراج مقباسهم يظهر على كل مسراج. ونعم. متنبي انا يا حبيبي لا تكبر على مغليك ترفق على هقواتي وخاف من ربي ويا لبيك ما دمت اقدر اقول يا لبيك وانا قبل اعرفك لا تواطى. صح الله يسعدك. صدق مش تقول يا الله يا ابو سعد شم سب الله حبي صوك اللي سكن في حجرته كامل لا رجال صدقني تعطري اياه هذه يا لبيك ما دمت اقدر اقول يا لبيك انا قبل عرفك لا تواطى ولبي اللي طيحت عني قمت هوجس وافكر. أرحب سلم أرحب يا مرحبا يا أبو سعود أكرمت الله يكرمك جعل ربي يطول عمرك والله أنك شرفت والله إن ما نستطيع نصف سعادتنا بتواجدك وتواجد النشام وأنت راعي محل غالي جدا عندنا أنا السعادة غمرتنا بشوفك جعل ربي يعافي وأكرمتنا الله يكرمك تستاهل والله الشعب يا أبو سعود رفيق وغالي شرفنا والله العظيم أنك شرفنا بك رفيقنا وغالي الشرف لنا ومرحبا ترحيب المطر والله أنه مرحبا بك هذا محلك وأنت والله راعي الفضل يوم سيرت علينا والله أنك راعي ما بلاحقني بيكم يا ربي يطول عمرك سلمني على والدتك كثير السنه على خشمي جعل ربي يسعد الوجه مرحبا بيذمك الله يسعد الوجه وياك رب العالمين يا حبيبي انت يقول لبيه ما ادري مش مشينا يا رفيقي مشينا لا تغني هذا سكونك ويجي سكونك انا جايب سكنيه من الباطن لها 30 عام ما ظهرت اخو ما هذا الكل كله يا اخي
انت انت الزم عمرك الزم عمرك اخو من طلق هذا طلق شو صان وشويه طلق لابيتهم لي يا ولد شو صان وين شو صان وين شو صان على ما يحتاج ترى تحسون بطنه قلتهم يحسون اها ابن جدلان من لا يعلى سلام يا اخي سلام شوف يا رب صح عليك صح عليك سلام يا مايسترو سلام وش يقول وش يقول يا اخوي برقه شلا يا اخوي برقه سلام يا اخي وعي النوم ما جاني النوم يا منه ما جاك ليه ايش ذوق ما معك نوم والله يا وهوي برقه وعي النوم ما جاني وكيف برقه وانا عيني شقاوي يا شر يقول قلبي اللي ما بعد ذاك الراحه طعم ان جاء يوم ما والله اسمع والله من يوم غير يوم يا سلام مرحبا بالغالي الله يبقيك يا مرحبا مليك شرفتنا ونورتنا ومن اسعد الليالي والله انا من اسعد الليالي شهد ربي يا مرحبا مليك والله جاكم اذا ما على خشم ابو صوبة باذن اللي ما تنام عينه لا لا الارتباط اللي انت خابط بالله بيضبطها محلنا ويشرفنا مرحبا مليك من اسعد الليالي شرفتونا والله شرفتونا يا مرحبا مليك يا غالي يا مستر رايح صفوف يا ولد صفوف
يا اخوي انا محتار يا اخي، كل ما رفعت راسي قال كناك يا اخوي، انت ايش عندك فوق؟ لا جيتها تحت يا ولد، ما لك حل يا